ده شغال المايك، ده كده شغال المايك. الو الو. اهم حاجه هورايزون هورايزون. يلا ليتس جو. مهندس احمد خميس عبد العاطي، تشيف اوبريشنز اوفيسر هورايزون ايجيبت ديفلوبمنت. رؤيتنا في هورايزون ايجيبت تتمثل في تاسيس مجتمعات استثنائيه، سواء كانت مشاريعنا سكنيه او تجاريه او ترفيهيه او سياحيه، وبنركز دايما في مشاريعنا على التصميمات المبتكره واللاندسكيب المتنوع الجذاب، مع التأكيد دايما على تحقيق معايير المدن الذكية المتطورة. وبنعتز بتعاوننا مع استشاريين سواء على المستوى الدولي أو المحلي، متخصصين لتحقيق رؤية الشركة بأفضل الطرق الممكنة، وبنكون حريصين دايما على تحقيق الاستدامة في كل أعمالنا. وتعتبر الاستدامة جزء مهم جدا في رؤية هورايزون في كل أنشطتها، بدءا من استخدام المواد المستدامة وتقليل النفايات وإعادة تدويرها، والاعتماد ولو بنسبة على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إدارة المرافق بشكل مستدام وبكفاءة عالية، وده بيتماشى مع خطة الدولة 2030. أما في الأشهر الأخيرة، شهد مشروع سعادة القاهرة الجديدة زيادة في سرعة التنفيذ وجودة الأعمال، وده أكيد بيعكس التزامنا مع العميل تحقيق أعلى النتائج وفاعلية أكبر وفي وقت أقصر، ويضمن إن احنا نسلم مشاريعنا في ميعادها، وده من خلال تحسين التخطيط والتنظيم واستخدام تقنيات متقدمة وتوفير التدريب اللازم والمواد اللازمة بشكل فعال ومتميز.